رندا فهد معي اليوم بإيت سمارت، ومثل كل تليتا رح نعطي جواب على مسابقة باري لايت. هالمسابقة اللي فيكم كلكم تشتركوا فيها على صفحة الفيسبوك، رح نعطي الاسم الرابح، الجواب الصحيح، وسؤال جديد للأسبوع المقبل. بونجور رندا. بونجور تينا. لكن رح ننطلق يلا ونقول اسم الرابحة، هي هبة صيباني، اللي هي طبعا فيها تتصل على مطابخ باري لايت لا تاخد جايزتا من هلأ لأسبوعين بالأكلات اللي رح تحبهم كتير كتير. هبة جاوبت على السؤال. شو كان السؤال؟ أي في السيلينيوم أكثر، التون أما الكراب؟ وجواب الصحيح هو التونة. التون. فكمان التون من فوائده هي وجود السيلينيوم فيه، كمان هون بشجع على تناوله. عظيم. سؤالنا الجديد هو أي في أكثر بوتاسيوم، هل هو التين أو التمر؟ التين أو التمر. فكانت رح تقولي لنا الموز. بتعرفي لا قلت التمر. بكره نحن الاسبوع الجاي قادمين اخر الاسبوع على رمضان، على اكيد شهر رمضان المبارك، فرح نبلش هون منه بالاسئله ومنه بالمواضيع. سو طبعا التين او التمر العلاقة. هون عم نحكي عن التين المجفف. اليوم حكينا وذر التين كانت مجففه اما لا. على الحالتين 100%. والتمر المجفف طبعا هو مش بلح 100%. فاذا المشاهدين فيهم يبلشوا من هلا يجاوبوا على الفيسبوك بيجز عظيم ام تي في لايف او دي سي دي سي او باري لايت هيلث سنتر. وطبعا الاسبوع الجاي ليكون رح نقدر نعطي اسم الرابح اما الرابحه. فيكم من اليوم لاسبوع الجاي كل يوم بحال الوقت تكونوا عم تجاوبوا. شو خبريتنا اليوم؟ خبريتنا اليوم تينا العلاقه بالالكالاين دايت، طبعا دايت اللي بنسمع كثير فيه، وامبارح قلت خبرتي رح تكون صغيره بس شجعت انه شوي احكي اكثر، بعدين اعمل حلقه كامله على الالكالاين دايت. بس هو كان السؤال، هل الالكالاين دايت فينا نستعمله لخساره الوزن؟ وبنعرف بالالكالاين دايت هو الرجيم اللي بيقول انه ما فيك تاكلي شيء اسيدي او يعمل موقع اسيدي بالجسم، كل شيء بدك تاكليه بده يكون موقعه الكالاين او منه اسيدي، بعيد عن الاسيد. هلا هالشيء بيمنع الجسم من كثير كثير من المأكولات، وبالنسبه للباحثين الاخصائيين التغذيه بيقولوا انه الاشخاص عم يضعفوا لانه عم يمنعوا حالهم من كثير من الاكل 100%. والشغله الثانيه اللي ركزوا عليها انه نحن جسمنا هو قادر شو ما اكلنا يرجع يحوله على يرجلج البي اتش تبعه. بس مش صحي اكثر انه نبتعد عن الاكل الاسيدي؟ هلا نحن هون بدنا نرجع يعني تنبتعد عن امراض. عم بحكي مشان هيك تينا انا بدي اخصص لها حلقه كامله، لانه اذا بدنا ناخذ اليوم مأكولات اثنين نحن ممنوع ناكلها بالالكالاين دايت، منها مأكولات كل البارز اللي نحن بنشوف قديش هن فيهم فوائد، منها البقوليات الكثيره كمان بنعرف نحن قديش لها فوائد، ومنها الحليب ومشتقاته. واذا انا بدي احكي هون على قضيه الضعف اللي هو كان الموضوع اما البحث عليه هذيك الجمعه، كثير حكيت على اهميه تناول اللبن الاجبان الى اخره لانقاص الوزن، لانه بتحتوي على الكالسيوم والبروتينات. فهون بيصير في تضارب بالابحاث وبالافكار. فإذا رح نرجع نحكي على صحة الكالاين دايت بحلقة تانية. بس اللي بدي أقوله أنه هل هو لحاله بيضعف؟ والجواب كان بهالأبحاث أنه لا. موضوعنا اليوم موضوعنا طيب اليوم، طيب كثير طيب. يعني ما في طبخ بس في ريحة طيبة شوكولا 100%. اليوم تينا نحن رح نحضر الأفوكا الكوكيز اللي هن معمولين بالأفوكا تشوكلت شيبس والكاكاو. فإذا وليش عملت اليوم، شو هي فكرة من وراء هالكوكيز اللي نحن هلا بدنا نفرجيهم؟ يا ريت فينا نشوفهم لأنه فنحن الشوفة مش مثل الحكي. مضبوط، لانه الشوفة بتشهي، يعني رح نعرف انه رح يكونوا كثير لايت ومعمولين بالسكر لايت. قلت لها لرندا انه ليك شو غامقين، لما تكون الكوكي غامقه بتشهي اكثر 100%. وطبخه كثير كثير هين، والانجريدينتس كثير فيها هينين. هيدي الطبخه هون لنعمل نحن 13 وحده من هول الكوكيز. تينا نحن بحاجه اول شيء للافوكا 100 جرام اللي شايفين هون. بليز انا بحب الكاميرا تضلها تفرجي لانه جايب الكميات على القد. فاذا هون عندي رح ارجع شيل هاي ليبين عندي 100 جرام من الافوكا المستوي. الافوكا موجود هون 100 جرام يعني تقريبا حبه صغيره. هلا عندي 50 جرام من الشوكليت شيبس رح احطهم ارجع هون ليبينوا. 50 جرام 50 جرام
120 جرام من الكاكاو، الاساس هو الكاكاو هون بودره الكاكاو، كميه منيحه. مزبوط هون لانه ما في طحين، فنحن عم نستعمل بودره الكاكاو وبنعرف قديش فيها موانع التاكسد الكبيره. عندي هون بيضة وحدة بدي استعملها لتكون عم تمسك. هلا بدي احكي اذا ما استعملت البيضة شو رح نعمل بدالها. هلا هون الاساس انه جايبة 90 جرام من مالتيتول، سيرب المالتيتول. حكيت هذيك المرة على الشوجر الكهولز، يمكن يطلع لي وقت اليوم كمل واحكي بشكل خصوصي على المالتيتول اللي عم بجمع له 30 جرام من العسل. نعم. كمان حتى يشد اكثر، والبيكنج سودا. هلا اللي بدي اقوله هون انه انا في استعمل بدل البيضه، في يكون عم بستعمل ملعقه كبيره من الشياسين، كون عم حط لها ربع كوب من المي وضلني عم بخفقها مده 10 دقائق، هيك بتصير سميكه مظبوط و100% بتعمل افكت بدل البيضه. فنحن هون رح نحط الافوكا، بنحطه مع المالتيتول 90 جرام و30 جرام من العسل، حطيناهم سوا ومزجناهم سوا. بعدين بدي احط الملعقة شياسيد اللي انا حطيتها بالمي وزدتها لهم، او بدي احط البيضة بيضة وحدة. بعدين رح احط ال 120 جرام من الكاكاو ورح احط البيكنج سودا. هلا هولي بخلطهم كلهم سوا، وعلى صينية انا رح مدها، وعم حط طبعا الورقة حتى ما يلزقوا. فرح احط بملعقة تقريبا سكوب عم حطهم من هيدا المزيج مع التشوكلت شيبس. هلا هون رح نحطهم بالفرن لفتره معينه، بنشوفهم اول شيء هن رح يطلعوا شوي رخوين، بس بالاخر بتشوفي كيف بيشدو. رح يشدوا تينا. حلو. ورح يطلع لنا 13 وحده من هول الكوكيز. اول سؤال عندي، المالتي تول شو وظيفته بهالوصفه؟ فبهيدي الوصفه تينا نحن عم نحكي على الشوجر الكحول، اذا بدنا نستعملها لمريض السكر. المالتي تول بحل تقريبا 75% مثل السكر، فاذا الحلى تبعه كثير كبير. نعم. عشان هيك انا في استعمله بدون ما استعمل كميات كثير زياده عنه. بينما هو بالوحدات الحراريه الجرام السكر في 4 كالوريز، هون الجرام في 2 كالوريز تقريبا. واو. فهو نص. تقريبا نص الكميه. حلو. شغله ثانيه، الجسم ما بيمتص كل الكالوريز منهم، فهون كمان لمريض السكري ومريض او الشخص اللي ما بده ينصح في ساعد، والجلايسيميك اندكس تبعوله بس 36، يعني كثير لذيذ. نعم. قبل ما يخلص وقتنا بدك تعطينا كم كالوريز طبعا بالكوكي؟ مشان هيك هيدي الكوكي اللي عن جد هالقد لذيذه، شو فيها، شو صافت وشو شو ناعمه وطعمتها بالفعل كثير طيبه تينا، فيها 79 وحده حراريه فقط. واو. من الافوكا اللي كثير طيب، الانتي اوكسيدنتس موجودين بالكاكاو، واللي ما فيها سكر ابدا. حلو، افكار حلوه رندا، وهيك الاشخاص اذا بيرجعوا يأيدوا الرسات فين يرجعوا يحضروا فقره اي سمارت على الام تي في ريبلاي على الابلكيشن او صفحه الفيسبوك. رح ناخذ بريك وبرجع معكم بنيتشر انا بعد شوي.